المجتمعات العربية بين الأمس واليوم هناك تغييرات واضحة طرأت على هذه المجتمعات خاصة الخليجية وعلى وجه التحديد الكويتية. حديثنا اليوم سيركز على العادات الكويتية وسنسلط الضوء على مراسم الزواج وخطواته بين الأمس واليوم. هنا في متحف الكويت الوطني التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تنضم إلي المهتمة بالشأن والتراث الكويتي المحامية سارة دعيج. أهلا بك. أهلا فيك. مبدئيا حدثينا أكثر عن المجتمعات الخليجية والمجتمع الكويتي. ما الذي يميز المجتمع الكويتي قديما؟ يعني أنت لو تشوفين المجتمعات عموما الخليجية كلها وما حولها أيضا، إن بالبيئة ما اختلفت، بس شنو يختلف من شعب إلى شعب، بحيث إن أنت منيت أنت يا شعب. إحنا طبعا إحنا نقول الشعب الخليجي كله ما كان هو موجود، لأن كانت أول يمكن من مثلا مئات وآلاف السنين الأرض فاضية، الأرض صحراء، فيوها هجرات، فإن الهجرات هذه أثرت في المجتمعات. أي مجتمع كانت فيه الجالية الفلانية اللي جاية من الشرق أو الغرب، الأكثرية أو هي كانت المتزينة أو كان هي اللي في يدها القرار، يكون المجتمع يختلف من الزاوية هذه. بس كتقاليد كاعتقادات كدين، طبعا احنا أول شيء يجمعنا الدين، فإحنا علمائنا مفسريننا مفتينا كانوا يفتون فتوى واحدة، الفتوى هذه كانت تطبق في المجتمعات كلها. فما تشوفين إذا كانت اختلافات تكون اختلافات صغيرة وبسيطة ولا لها هذه الدرجة. تين بعد فترة اللي هي من الخمسينات وطالع اختلفت المجتمعات الخليجية بمن عنده الثروة أكثر. من عنده الثروة أكثر طلع تعلم، طلع يعني مثل ما تقولين للحداثة، قام يشتري وسائل الحداثة ويطلع عليها، وكان وبالنهاية هو صار في المقدمة. فهذه هي المجتمعات، يعني لو تشوفينها كأصلاً كوجوداً هي واحدة، بس اختلفت لظروف معينة لكل مجتمع. مع التغييرات التي وجدت في المجتمع الكويتي والمتأثر الأكبر هم الشباب، هل الشباب يسيرون بالمسار الصحيح أم هناك مخاوف؟ لا طبعا اكيد في مخاوف، يعني انا قاعده اشوف ان احنا دائما احب، عشان كذي انا يمكن انتم سميتوني مهتمه بالتراث، بس انا ما لي شغل بالتراث، انا عندي عين تنظر، وانا يمكن عشت وايد في الخمسين قبل الخمسينات شويه، انا ريل بالحداثه تشوفيني، يعني انا حديثه الى اخر هذا، ويعني مثل ما تقولين اقرا وافهم ووايد اشياء يعني بالتراث حتى، يعني ما اصدقها، بس ريل بالتراث، انا عندي ريل هناك وريل هني، عشان كذي انا احس ان نفسي انا مو مهتزه من الداخل، مو مهتزه. اشوف ناس تغيروا فجاه بسم الله الرحمن الرحيم، شلون صرتوا كذي، وناس ما زالوا في الماضي، ليش كذي؟ فهمتيني؟ انا ما ابي واحد ينقز لي يطمر لي ويروح يصير حد بالحداثه ويسوي اشياء يعني بعيده عن المجتمع، ولا ابي ناس هم انهم قاعدين في مكانهم ما حدثوا ماذا، لا الواحد يتطور، بس شنو التطوير؟ خطوه بخطوه بخطوه بخطوه، عشان نتم مثل ما احنا محافظين على شخصياتنا، محافظين على سلوكنا، محافظين على يعني مجتمعاتنا الخليجية المتكاتفة الحبيبة اللي كل واحد يحب الثاني ويثق فيه. لننتقل إلى موضوع آخر وهو مراسم الزواج، ما هي أبرز خطوات الزواج سابقا والتغييرات التي حدثت في الوقت الحالي؟ طبعا مراسم الزواج أول طبعا أول ما كان عندنا يعني بنات يطلعون بالشارع وكذي، كل واحدة متستتين في بيوتهم، فلما مثلا الناس يذكرون حق واحد يبي يتزوج ام واحد او اهله ان في وحده فلانه الفلانيه في البيت الفلاني او العائله الفلانيه عندهم بنيه، شو يسوون؟ في حريم متخصصين متخصصات يروحون يكشفون يشوفون عليها. فمن الطرق المألوفه والمعروفه ان المراه هذه تطق الباب وتقول ابي قطره مي. فهم اذا بيزوجون بناتهم وحاسين ان بناتهم صاروا بسن الزواج، من يطرشون الماي معه؟ مع البنت اللي يعني هم فاهمين انها هي تشوفها، فهمتيني؟
شفتي 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 الطريقه شلون حلوه، وشفتي شلون الناس فاهمين بعض، وشفتي شلون ذربه، وشفتي شلون محترمه. يطرشون البنت في كلاس الماي، هي ما فتشوا الباب، لقوا واحده تقول ابي ماي، افهموا السالفه. فهم اذا بيزوجونها يطرشونها، ما يبون يزوجونها خلاص الريال ولا الام تروح بكلاس الماي، فهمتيني؟ فالموضوع قال ايه، خذت إجابة وخذت قبول بدون ما تقول ولا كلمة. شافت هالمرة راحت حق أم الريان، شفتيها إيه شلونها، والله شعر ينن والعيون غزال والله شمحوطة ودنيا والشعر ولا 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 ولا. وصفتها لهم، قالوا حق الريال ترى البنية يعني من مثلك وشرواك، تقدموا. بالنسبة لزي العروس، ما هي التغييرات التي حدثت سابقا؟ نحن نرى أن زي العروس كان مختلفا عن ما نراه الآن، ماذا كان زي العروس؟ طبعا البقمة والتراتشي، وإذا كان في تاج تحطها عليها، وسلول على قولتهم سلول، وتروح مثل هذه اللي على الرأس وتنزل لتحت، وطبعا كل شيء، كل الذهب كله مال المرأة. على فكرة أبي أقول لك يعني مثلا إذا كانوا أسر بسيطة أو أسر متوسطة ما عندهم الأشياء هذه كلها، ما عندهم البقامي، ما عندهم الحزام، الحيول، أشياء وايد ما كانت تنقص الأسرة الكويتية، وعايشين ولا همتهم ولا أن يوفرون وما أدري يقطعون معاشهم وما أدري يسوون، يسوون جمعية مع صديقاتهم عشان يروحون يبون الجنطة الحين والماركة والكلام هذا، لا عادي عيشتهم عادية. بس ليلة العرس يروحون حق الأكابر مثل ما يقولون الأغنياء، عندهم طوس أول يحطون الذهب بطاسة فيطلبونهم، شوفي هالذهب هالطاسة اللي هي هالكبر 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 مليانة ذهب، اللي أنا قلت لك إياه اللي هو كله كله ذهب المرأة. المهتمة بالشأن والتراث الكويتي محامي سارة دعيت، شكرا لك.